بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لزميلي عبد الله حسين من السيد التحليلي، والشكر موصول لضيوف الكرام الكابتن رائد الزعابي والكابتن عبد الله جاسم. اعزائي المشاهدين، اسعد الله مساكم بكل خير من صالة الشيخ سعد العبد الله الصباح طيب الله ثراه. محمد يوسف مدو يحييكم عبر تلفزيون دولة الكويت القناة الرياضية، والتي تنقل لكم مباريات الدوري الممتاز لكرة يد في أسبوع 13 لموسم 2022-2023، وهذا اللقاء الذي يجمع بين ناديين القادسية المتصدر ونادي برقان القابع في المركز الرابع. حكام لقاء اليوم من الاتحاد الدولي من أوزبكستان حسن وحسين إسماعيلوف من أوزبكستان الشقيقة، حكام طاولة ميقاتي ومسجل الحكم حسن عباس والحكمة دلال النسيم. مراقبين هذا اللقاء، مراقب فني لهذا اللقاء حكمنا الغاري عبد الرحمن الملة، مراقب إداري حكمنا الدولي أحمد المطوع. لقاء اليوم مهم وناري، أقول لك إياها من أسامي الفريقين، من المحترفين، من حضور الفريقين في المباريات اللي السابقة أيضا. لقاء راح يكون على عيار ثقيل من طراز العالي، لقاء عالي بمستوياته بين فريقين متصدر طبعا القادسية يريد إكمال الصدارة، وأيضا برقان يريد اللحاق والوصول إلى سياق المنصات والصعود إلى منصة التتويج. لقاء قوي، فريقين كاملين يلعبون بكامل صفوفه، القادسية بوجود المحترفين من تونس أمين بن نور وخالد بلحاج، ومن جهة أخرى برقان الفرنسي من أصول تونسية حمزة كابلوتي ونيفين البوسني. راح نبدأ لقاء اليوم بسم الله. أعزائي المشاهدين خلكم قراب ولا تبتعدون عن الشاشة، لا تحاول تغفل، مباراة نارية، مباراة من عيار الثقيل راح نشوفها الآن بين الأصفر القدساوي وكحلي برقان. على يمين الشاشة القادسية، على يسار باللون الكحلي برقان. راح نبدأ اللقاء اليوم بصافرة حكام أوزبكستان. بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ هذا اللقاء والإرسال مع نادي القادسية. القادسية بحضور جماهيره، جماهيره اللي تآزر اليوم من المدرجات. بسم الله، كرة مع القادسية، هذا أمين بن نور التونسي، عبد الوهاب المزين، أمين عبد العزيز سالمين الولد المشاغب، هذا بلاي ميكر، هذا ركزوا عليه ما شاء الله لا إله إلا الله، من الطاقات الشبابية واللاعبين المهمين في القادسية. وخالد بلحاج ومحمد بيابس تعود للمزين وخارج المرة، لكن هناك في لمس الخط، حتى لو تسجلت في لمس الخط، إشارة واضحة من الحكم الأوزبكي، وتعود سريعة وتصويب فواز الشمري بالبلوك خالد بلحاج. باين الفريقين داشين متحمسين مستعجلين، تصويبتين في أول 50 ثانية. كرة الآن مع برقان، فواز الشمري، نيفن والقادسية يلعب دفاع متقدم 6-0 متقدم متكابلوتي، لكن فهد كرم عزيز سالمين، القادسية سريعة، خالد بلحاج، أمين بن نور، وأول أهداف اللقاء، أول أهداف اللقاء أمين بن نور، هذا التونسي أمين بن نور لاعب مضر، لاعب الخليج الفايتة، وهذا يا حسين يا الموسوي، يرد رد سريع وسنتسل القادسية، وتصويب عزيز سالمين، يتصدى أبو يابس وتعود لبرقان، وفرصة حلوة من حكام اللقاء حسين الكندري، وطويلة لكن هناك خطأ، هذا الهدف اللي سجله أمين بن نور، وهذا هدف حسين الموسوي من الجناح، هذا أهداف اللقاء لحد الآن 1-1. تم إعادة تنفيذ الرمية لأنه كان صفر له تعديل وضع، لأنه نفذها حسين بالجري أو بالحركة، فقال الحكم اثبت
وتعود لبرقان الآن. حمزة كابلوتي تمرين لنيفل، لكن هناك صافرة خطأ لنادي برقان. الظاهر أن كابلوتي أخذ 4 خطوات، حكام دوليين صغار بالسن مواليد 2001. وتصويب فواز الشمري، فواز الشمري يسجل، وتعود سنتر سريع القادسية. هذا أمين يا أمين يا أمين يا أمين، يسجل هدف التعادل أمين بن نور. مباراة سريعة، مباراة جميلة، مباراة لا تستطيع أن تلتغط أنفاسك، سريعة وجميلة. هذه راح تكون هذا سياق المباراة حتى النهاية. صدقوني خليكم قراب وراح تشوفون. خالد بالحاج والغطسية، تمرير العطية يا عبد الله يا عبد الله، عبد الله العطية يسجل، عبد الله العطية يسجل ويتقدم الغطسية وسريعة. وحسين يا الموسوي يا الموسوي يا الموسوي يا الموسوي، يرد عليك يا أمين بن نور، يقول لك حسين الموسوي أنت تسجل هدفين للغطسية، أنا أسجل هدفين لبرقان فريقي. هذا حسين الموسوي اللي قاعد يقدم موسم رائع. حسين الموسوي نتكلم ونقول لازم كلمة الحق، ويستحق. حسين قاعد يقدم موسم أفضل من رائع، ونقول له ويلكم باك والحمد لله على السلامة يا حسين الموسوي. كان في إصابة الرباط الصليبي عملها، والحمد لله رد، وإن شاء الله ربي يدوم عليك الصحة والعافية يا حسين الموسوي، أنت وجميع زملائك في أنديتنا ورياضيينا بالكويت. والقادسية الآن، هذا أمين القادسية، بنور يا بنور يا بنور، وكلك نور 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 على جماهير القادسية، حضورك يبعث النور والسرور يا أمين بنور. هذا أمين ثالث أهدافه، هتركها على التوالي، ثالث أهدافه ورابع أهداف القادسية، ويتقدم القادسية الآن بفارق هدف. 4 القادسية 3 برقان. 4 دقائق أعزائي المشاهدين، لقاء جميل، لقاء رائع سريع. الآن مع برقان، كنا مع برقان، فواز الشمري إليك حمزة كابلوتي، نيفل البوسني، شنو عندك يا البوسني؟ وفواز واختراق، وفهد كرم يا فهد يا فهد كرم يا فهد كرم، يتألق فهد كرم، وتعود سريعة تمرير الدائرة عطية ورمية 7 أمتار. هذا حكام الأوزبكيين اللي قلنا لك عنهم صغار بالسن ودوليين ما شاء الله، حسن وحسين من مواليد 2001. هذه رمية 7 أمتار تسمها الحكام، رمية 7 أمتار بالتصويب. أمين بن نور ولا أبو يابس؟ لا أمين يسجل، أمين بن نور يسجل ويوسع الفارق إلى 2 للقادسية، ويؤمن لهم الفارق أمين بن نور، يؤمن لهم الفارق أمين بن نور التونسي المحترف في صفوف نادي القادسية المضراوي السابق، ومضر طبعا نادي سعودي معروف على مستوى آسيا وذو تاريخ عالي، مضر سواء بالمملكة العربية السعودية أو على مستوى آسيا والخليج. كرة مع برقان، هناك صافرة من حكام اللقاء، تهدئة بين لاعب الدائرة محمد علي وخالد بالحاج، يقول لهم ترى شايفكم نبهتكم، المرة الجاية ما فيها تنبيه، خلاص عقوبة عقوبة على طول. كابلوتي يا 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 يا، صاروخ صاروخ فرنسي من أصول تونسية، شوف حمزة كابلوتي يا وين ما تلام، أبو والله قوية ما تلام فيها يا فهد، والله صاروخ صاروخ أرض أرض يسجلها. وهذا طبعا الحكم ينبه أمين بن نور ويقافل الوقت ويقول له لا تمثل، يقول حق أمين أنا شايف لا تمثل، لا تمثل يا أمين لا تمثل، أنا شايف وأنا قريب لا تمثل، أنت لاعب ولست بممثل، إحنا الآن مو في موسم رمضان، إحنا في الملعب يا أمين، العب والحكم اترك عليه الدور الآخر في إتاحة القرارات في أرضية الملعب. المزين القادسية، وخطأ للقادسية، خطأ هذا حسين الكندري دفاع، هذا خالد بالحاج والقادسية متقدم بهدف، خالد بالحاج بغر، هذا عبد الله العطية، عزيز سالمي إلى أمين، وخارج المرمى هالمرة يا أمين، خارج المرمى، هل يسجل
برقان التعادل حمزة كابلوتي فواز إلى الكندري والكندري ويهدي برقان ويهدي برقان حاول ينفذ الفاست بريك أو الهجوم السريع ولكن رجوع دفاع القادسية وتمركزهم في المكان الصحيح خلاص قال أضمنها وهدي هجمة جديدة وأطبق خطة يريد التعادل برقان يريد التعادل برقان والقادسية شوف قال متقدم على حمزة كابلوتي لاعب خطير قوة ضاربة حمزة كابلوتي شفناه عطوه مجال شاخط له كرة ما شاء الله تمرير نيفن إلى حسين الكندري حسين الموسوي عفوا حمزة كابلوتي فواز أوه يا فواز وهدف التعادل يا فواز فواز الشمري يسجل فواز هدف التعادل شوف 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 خش نفسه شوف شوف خش نفسه ومن أسفل من أسفل يدين عبد الله العطية ما تقدر تشوفها صعبة يا فهد كرم هدف رائع 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 يسجله فواز اللاعب الرائع فواز الشمري هذا فواز الشمري صاحب الهدف الجميل والله هذا الدينامو في نادي برقان عقلية لاعب بلاي ميكر مميز للأمانة فواز الشمري تعود القادسية الآن التعادل 5-5 ناصر بخضرة أمين بنور وخارج الملعب خارج الملعب يا أمين ثاني كرة تضيع بهذه الطريقة بعد ما سجلت 4 أهداف قلنا لك صح ولكن الآن كرتين تسرعت فيهم وكرة كابلوتي يا التمريرة محمد علي ورمية 7 أمتار صح 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 يا حكم اللقاء قاطع من داخل واضحة مواجهة المرمى القرار طبعا بالنهاية يعود لحكم اللقاء أعزائي المشاهدين لكن أنا أشرح لك حالة شوف كابلوتي شوف من وين جاي لا لا يا أمين جاي من داخل وإشارة الحكم أنك أنت قاطع من داخل صحيح 100% رمية 7 أمتار صحيحة لنادي برقان بالتنفيذ المتخصص نيفين البوسني والحارس هذا الأسمر هذا الأسد الأسمر فهد صلبوخ مثل ما اسميتك يا فهد صلبوخ لكن نيفين نيفين ويتقدم برقان أول مرة في هذا اللقاء بعد 8 دقائق و50 ثانية في دخولنا على 9 يتقدم برقان لأول مرة بسواعد هذا البوسني نيفين برقان متقدم 9 دقائق برقان 6 القادسية 5 الجماهير القادسية قلقة بعد ما كان متقدم القادسية بفارق 2-5 يعود برقان إلى 6-5 تعود القادسية عبد الله العطية أمين بن نور خالد الحاج يسجل التعادل يسجل التعادل خالد الحاج هذا خالد الحاج ومحمد بويابس حارس كبير حارس منتخبنا حارسنا الدولي محمد بويابس لكن خالد بالحاج مميز شوف التصويبة القوية يسجلها 6-6 هذا طبعا المدير الفني بوزو الصربي بوزو روديتش لنادي القادسية والمتصدر يريد هذا اللقاء ما يبي يفقد الصدارة يدري نادي الكويت ملاحقة ما يبي يفقد نقاط وعبد الرحمن الشمري ورمية 7 أمتار يقول حق أمين انت قاطع والقرار عند حكام اللقاء يقول حق أمين انت قاطع من داخل خل نشوف عزيزي مشاهد هذا الموسوي شوف عبد الرحمن الشمري قرار عند حكام اللقاء القرار عند حكام اللقاء ورمية 7 أمتار بالتنفيذ المتخصص أيضا نيفين البوسني هل يتقدم ولا يتقدم نيفين ويسجل يسجل نيفين ويتقدم برقان يتقدم برقان بفارق هدف الآن 7 برقان القادسية 6 متقدم بفارق هدف هذا نيفين يقول له أوكي خلوها عندي أنا أسجل وأنا أتقدم لاعب مميز نيفين البوسني قدم موسم رائع مع نادي القرين في الموسم السابق والآن هو في صفوف برقان النزول طبعا تشوف برقان يلعب دفاع متقدم على القادسية للحد من خطوط الخط الخلفي المتمثل بأمين بن نور وخالد بالحاج والنزول على الدائرة يا المزين والله يتلك على طبق من ذهب لكن ما استلمها وتعود لبرقان هذا جراح خير الله العنزي ويهدي جراح يهدي جراح لاعب مدافع صلب جراح خير الله العنزي اللي يلعب في الدفاع لأنه لاعب مميز بالدفاع جراح خير الله ويخرج بالهجوم يترك مكانه لي عبد الرحمن الشمري هذا حسين الموسوي إلى فواز
تنبيه من حكم اللقاء على عبد الرحمن، يقول له يا حكم شوف فانيلتي وين وصلت، وصلت لي أفاي، يعني مو مني، السحب من المدافع، ولكن الحكم شايف شيء، يقول له انت قاعد تمسك بيدك، واضح الإشارة، والموسوي وخارج، لكن المست بالدفاع، المست بالبلوك، المست بالبلوك، رمية زاوية، رمية زاوية، تعود نيفين برقان اللي يوسع الفارق، فواز الشمري نيفين ويسجل ويتقدم ويتقدم ويوسع الفارق برقان الى هدفين، والسنتر سريع، هناك إصابة، عزيز الشمري، عزيز فيروز عفوا، عزيز سالمين وخطأ لنادي القادسية، الظاهر كان هناك في لاعب ساقط بالقادسية بالخلف، لكن قام بالسلامة، ظهرنا كان هو ناصر بخضرة على ما أعتقد. القادسية متأخر بهدفين، برقان متقدم 8-6، كرة مع القادسية، خالد بلحاج، عزيز سالمين، عبد الله العطية، تمريرات خروج، وشوف برقان قاعد يلعب دفاع 6-0 متقدم، شوف هذا سالمين، أمين بن نور محاولة الدخول، دفاع قوي من عبد الرحمن الشمري وجراح، دفاع قوي من عبد الرحمن الشمري وجراح، خير الله جهة أمين بن نور، هذا أمين، والقادسية خالد بلحاج للجناح، ناصر بخضرة تلعب، وشات اللعب السلبي 0 لحد الآن، يلا يا عزيز هذه واحد لمزين، خالد بلحاج والتصويب، هناك خطأ في تمريرتين، إشارة واضحة يقول له في تمريرتين، هذه واحد خالد بلحاج ويصوب، لكن دفاع قوي من حسين الكندري، دفاع قوي من حسين الكندري، وآخر تمريرة لازم يصوب، آخر تمريرة رمية زاوية والتمرير الهوائية، لكن لمس الخط، مو لمس الخط لأنه دخل قبل عبد الله العطية، نط وسريع لبرقان عبد الرحمن الشمري ويسجل عبد الرحمن الشمري هدف التاسع لبرقان، ووقت مستقطع يطلب المدير الفني الصربي لنادي القادسية بوزو روديتش بعد ما كان متقدم بهدفين، عاد برقان وقلب النتيجة، شوف هذه الحالة، شوف مو على أمين بن نور، لا على عبد الله العطية، لأنه دخل ونزل قبل لا ينط أمين بن نور، قرار صحيح من حكام اللقاء، طبعا الآن وقت مستقطع لنادي القادسية، الكابتن بوزو روديتش الصربي يرى أن القادسية كان متقدم فريقه بهدفين، الآن عادت النتيجة عليه، فارق 3 أهداف، تحول كبير بالمباراة، وهذا طبعا الداهية الجزائري ما شاء الله، طبعا كابتن سعيد حجازي يعني ما نقدر نتكلم، تاريخه وإنجازاته هما من تتحدث عن إنجازاته مع نادي الكويت، دوري مع نادي، شوف هذا عزيز سالمين، شوف نزل داخل بس خلاص خط، هذه قالت أمين تلقى من نزول عزيز انتهى، شكرا مخرجنا، شكرا مصوريننا، طبعا نكمل كابتن سعيد حجازي أخذ يعني بطولاته فقط بالكويت، يعني حصل دوري مع فيحيل، مع نادي العربي عفوا، مع نادي الفيحيل، مع نادي الكويت، بطولات كثيرة، وكل ما يمسك فريق طبعا يقدم معه، هو مدرب غني عن التعريف كابتن سعيد حجازي مدرب نادي برقان. طبعا خلينا نتكلم عن الطاقم الفني والإداري بنادي القادسية بقيادة بوزو روديتش والمساعد شوقي العابد التونسي، مدرب حراس مرمى سلمان مزعل حارس منتخبنا السابق، وإداري فريق النشط طارق أبول وإسلام عز الدين أخصائي العلاج. من جهة أخرى برقان الجزائري سعيد حجازي والمدرب الوطني خالد ملحم، مساعد المدرب عبد الله اليوسفي إداري، ومحمد أمين أخصائي علاج طبيعي. انت الوقت المستقطع لنادي القادسية، خل نرى وخنشوف شنو عندك يا بوزو، شنو اللي قدمته يا الصربي، أمين بن نور، خالد بلحاج، والقادسية هل يفك شفرات
دفاع برقان وتعود للجناح بخضرة ويسجل بخضرة. الخبرة 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 يا ناصر، الخبرة يا ناصر بخضرة يسجل من الجناح، يسجل ناصر بخضرة من الجناح، هذا اللي يريده. قال برقان مسكر النص، أتوقع هذه الخطة، قال لهم افتح ومشي الجناح، وبالفعل دخل ناصر بخضرة وسجل الهدف السابع وهدف تغليص الفارق للقادسية. وأصبح الآن النتيجة انتصفنا الشوط أعزائي المشاهدين دقيقة 15 برقان 9 متقدم للقادسية 7 فارق هدفين. حمد الصقور ياه لاهي وساهي دفاع القادسية، يستقل حمد الصقر ويسجل هدف التقدم بفارق 3 أهداف، وسريع للقادسية خالد بالحاج واللي مزين وسريعة عزيز سالمين محاولة الدخول. دفاع قوي، دفاع قوي من برقان، منتصف دفاع برقان مغلق على الكامل، مشمع مشمع ما شاء الله لا إله إلا الله. عشان تقولون برقانية بعد سكيتنا بعين، لا أنا أقول ما شاء الله، ولكن ما شاء الله دفاع في المنتصف الأربعة العريان حسين الكندري محمد علي وجراح خير الله مسوين جبهة قوية بالدفاع. القادسية الآن من يفك الشفرة؟ خالد بالحاج وخاط أو رمية زاوية، لمست جراح ولا حمد الصقر؟ رمية زاوية، رمية زاوية للقادسية، قادسية لحد الآن ملاقي الحلول في خط التسعة، دفاع قوي ومحكم. عزيز سالمين والتصويب، أبو يابس يا أبو يابس، أبو يابس يتصدى، أبو يابس يتصدى، حارس كبير محمد أبو يابس، حارس منتخبنا الوطني ونادي برقان، حارس متميز من أميز حراس المرمى. طبعا الحمد لله ما شاء الله عندنا بالكويت حراسة المرمى لا إله إلا الله محمد رسول الله، عيني عليكم باردة. الحمد لله عندنا كثار خيرة، يعني أقل شيء 7-8 يعني وانت مغمض حق منتخبنا الوطني وانت مغمض تختار بينهم ما شاء الله. تعود الآن لبرقان، كابلوتي ودفاع قوي من باغر خريبط على حمزة كابلوتي، وبرقان هل يوسع الفارق إلى 4 أهداف؟ راح نشوف. فواز شمبري والقادسي قالها دفاع متقدم، 4-2 على كابلوتي ونيفن، وأربع خطوات على كابلوتي، 4 خطوات مع وجود إعاقة يقول للحكم، ولكن هناك دقيقتين سحب من الخلف يا باغر خريبط. شوفه والله شفتها بس ما حبيت أتكلم، القرار الحكام لقاء. لا يا باقر، لا يا باقر، ساحبه من الخلف صح صح، حتى لو خذه وبعد الصافرة ما يحق لك تسحبه بهالطريقة. هذه لو مو ماخذ 4 خطوات هو مواجه سحب دقيقتين وضم 7 أمتار وهدف هدف هدف هدف، يسجل نيفن، يسجل نيفن لبرقان ويتقدم برقان ويستغل النقص العددي باستبعاد باقر خريبط، يسجل نيفن الهدف رقم 11 ويصعد الفارق إلى 4 أهداف. وجماهير القادسية في سبات وفي هدوء، يعني قاعد يشوفون فريق متقدم بهدفين والآن وصلت عليه فرق 4، يعني مستغربين وما يبون الصدارة تضيع، ما يبون الصدارة تروح، يدرون في ملاحق شرس نادي الكويت فرق نقطتين ينطرك بس ها ينقض على الصدارة، ولكن لحد الآن في وقت والقادسية قادر. أوه يا أبو يابس، يا أبو يابس سلامات، يا أبو يابس خالد الحاج، خالد بالحاج يخترق، وسلامات يا أبو يابس. آخ يا أبو يابس، الإصابات الإصابات والله تألق، وإن شاء الله يقوم بالسلامة يا رب. مبين التواء بالكاحل، والله متألم أبو يابس، والله ما نتمنى لك يا محمد يا أبو يابس. خل نشوفه هذه الكرة ما أدهاشة بروحه، لا داس على ريلة من غير قصد، داس على ريلة خالد بلحات، شوف من غير قصد هو مندفع. شوف سلامات سلامات يا محمد أبو يابس، إن شاء الله ما فيك إلا العافية يا رب، تقوم بالسلامة تتعالج دخول أخصائي العلاج محمد أمين، وطبعا الإداري النشط عبدالله اليوسفي لإطمئنان على سلامة محمد أبو يابس. محمد أبو يابس طبعا لاعب مهم لنادي برقان، وشوف هنا سعيد حجازي يتكلم مع الحارس الاحتياطي، حارس علي حسن صالح المسوي،
طبعا يقول له خليك جاهز لان ابو يابس تعور، ممكن انت يعطيه بعض التعليمات. هذا ابو يابس، اخ يا ابو يابس والله سلامات يا محمد، سلامات يا محمد، والله ما نتمنى لك. وهناك بالملعب الحمد لله قام، ولكن قدر الله ما شاء فعل يا محمد. ابو يابس راح يتاثر برقان، لكن الخير والبركه موجود. حسين او علي الموسوي، علي الموسوي سلامات يا ابو يابس، تعود ان شاء الله، ان شاء الله ما فيك الا العافيه. وحسين الموسوي ايضا من الحراس المميزين، نزول حسين الموسوي بدل محمد ابو يابس، نقول ان شاء الله تعود بالسلامه واستالف اللقاء مره اخرى. نادي القادسيه المتاخر بفارق 4 اهداف دقيقه 18، والقادسيه بحضور جماهيره وهو بالصداره، شو اللي راح يسوي القادسيه؟ ووليد هذا عزيز وليد سالمين خالد بالحاج، وتعكس على نادي القادسيه. ظهر هناك كان في لعب سلبي، والله ما انتبهت له اعزائي المشاهدين، ظهرنا كان في لعب سلبي وتخطوا ال4 تمريرات، وتعود لبرقان اللي مسيطر تكتيكيا عليه السيد او الكابتن سعيد حجازي. فواز والنقص العددي وتمرير خاطئ، النقص العددي ما استغل برقان، تعود للقادسيه سريعه. هذا امين بن نور ويهدي القادسيه، يهدي القادسيه خلاص ثانيتين ويكمل القادسيه، كمل القادسيه، كمل القادسيه. نزول ناصر بخضر بالجناح الان، هذا امين بن نور، عزيز سالمين، خالد بالحاج، تمريرات قادسيه، دفاع متقدم، عزيز وامين بن نور، ورميت 7 امتار. حمد الصقر اشاره واضحه من حكم اللقاء، يقول انت قاطع من داخل ودافعت عليه. هذا حمد الصقر رميت 7 امتار، رميت 7 امتار، امين، ويسجل امين بن نور، يسجل رمية 7 امتار، والدقيقة الان 20، والنتيجة 11-8، والفارق 3 اهداف، والفارق 3 اهداف لنادي برقان، وباقي 10 دقائق، والكرة مع برقان الان. فواز الشميري الى نيفن، فواز الى نيفين، نيفن البوسني، فواز الى كابلوتو، تنقطع من المزيد سريعة، مبارك الخالدي، يلا يا مبارك، ويسجل مبارك، يسجل مبارك الخالدي، يسجل مبارك الخالدي هدف 9، ويقلص الفارق الى 2، وترتفع اصوات جماهير القادسيه الان، تنفسوا الصعداء بتغليص الفارق، ويشحذون الهمم وهمم لاعبينهم للعوده للقاء. فواز ويتصدى صلبوخ والقادسيه، خالد بالحاج، عبد الوهاب المزين، ويهدي امين بن نور، يهدي القادسيه، يهدي القادسيه، يبي يعود للقاء. خالد الحاج وبالبلوك، استعجلت يا خالد، استعجلت يا بالحاج، تعود لكابلوتي سريعه. فواز الشمري الى حمد الصقور، وحمد حمد 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 حمد، الله الله يا برقان، يستقل اخطاء القادسيه واستعجالهم، ويسجل حمد الصقر الهدف رقم 12، ويعود الفارق الى 3 اهداف. كان عندك فرصه يا خالد بالحاج، استعجلت فيها يا خالد، استعجلت فيها يا خالد بالحاج، استعجلت في الكره، وتعود عليك بفارق 3 اهداف القادسيه الان. خالد بالحاج الى عزيز سالمين، الى خالد بالحاج، حاول الدخول الى امين، ولكن هناك دفاع قوي من حسين الكندري، عبد الله العطيه، وحديث مع حكام اللقاء، حديث مع حكام اللقاء، وهناك خطا لنادي القادسيه، والظهر ايقاف، في هناك ايقاف للوقت، وفي دقيقتين على حسين الكندري.
الحسين الكندري من نادي برقان، لاعب رقم 4 حسين الكندري. كرة الآن تعود القادسية، يستغل النقص العددي، ناصر أبو خضرة، خالد بالحاج إلى ناصر، خالد بالحاج والقادسية، عزيز سالمين، هل يستغل النقص العددي؟ عزيز للجناح المزين إلى عزيز سالمين، وأربع خطوات يقول على عبد الوهاب المزين، ويقول الحكم اللقاء أربع خطوات على عبد الرحمن المزين، عفوا على عبد الوهاب المزين. طبعا نمسي عليه الكابتن عبد الرحمن المزين أخوه، طبعا لقاء طبعا في إصابة، كان نجم كبير ساحب عسمة صعبة عبد الرحمن المزين، مسي عليه بالخير وين ما كان، اللي عرف انه في إصابة ولكن ما سمعنا انه اخبار. ووقت مستقطع يطلب المدير الفني الجزائري لنادي برقال كابتن سعيد حجازي لنادي برقان بعد ما قل الرتم، والان هو ناقص عدديا وباقي له دقيقة على ما يكمل، ما يبي الفارق ينزل، الفارق الان 3، ما يبي الفارق والكرة معه، يبي يرد فارق الأربع أهداف رغم النقص العددي. حق مشروع، حق مشروع لك يا كابتن سعيد. طبعا نهنئ بما أن المناسبة ونتكلم بنادي برقان، نهنئ طبعا السيد أنور الزيد رئاسة نادي برقان بالتزكية، نتمنى له إن شاء الله التوفيق. هو طبعا إداري سابق ولكن الآن هو في الرئاسة وتم تزكيته، نقول له مبروك. وهو طبعا شقيق عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة اليد السيد طلال الزيد، مسي عليهم بالخير اثنينهم. طبعا هذا جماهير القدساوية، شوف القدساوي الصغير كلا عن ولده كلاها، عليك بالعافية. بمؤازرة القادسية ويريدون الصدارة والكرة مع برقان. كرة مع برقان الآن، هل يوسع الفارق إلى 4 أهداف رغم النقص العددي؟ وتصويب فواز يستعجل فيها، يتصدى فهد صلبوخ، يتصدى فهد صلبوخ، وتعود للقادسية، وتعود للقادسية الآن، وخالد بالحاج يسجل، وخالد بالحاج يسجل ويقلص الفارق إلى هدفين، ويقلص الفارق إلى هدفين. خالد بالحاج شوف يستقل النقص العددي وعمل الزيادة باللعب السريع ويسجل القادسية الهدف العاشر. وهذه جماهير القادسية، شوف هذا هيثم السني رئيس رابطة نادي القادسية وبرقان الآن، نيفين للجناح، وأحمد مزعل، يا أحمد يا مزعل، يسجل أحمد مزعل على زملاء الأمس، يسجل أحمد مزعل على زملاء الأمس. طبعا أحمد مزعل لاعب نادي القادسية السابق والآن بنادي برقان، يسجل أحمد مزعل، وين ذاك الحنين يا احمد مزعل؟ ولكن يقول لك الان لا يبا، انا لابس فنية برقان وبسجل وابي افوز، الحنين هذا نتركه على جنب، العب على فنيلتي ولفريقي. تعود على القادسية والفارق 3 اهداف، تمرير للعطية، ابو يابس الحمد لله على السلامة، يا ابو يابس الحمد لله على السلامة، ويلكم باك من بعد الاصابة، الحمد لله طمنتنا، طمنتنا عليك، وابتسامة رائعة من المتألق محمد بويابس. خالد بالحاج، عزيز سالمين للمزين، وبويابس والله يابس، هذا يا جماعة يابس، محمد بويابس والله يابس بالمرمى، ثقيل ثقيل ثقيل، والله ثقيل بالمرمى. شوف هذه الأولى مالت العطية شالها، وتعود للقادسية إلى هذه مالت أيضا تصويب عبد العزيز وشالها، هذه طبعا تصويبه قبل الإصابة، هذه التصويبه قديمة قبل الإصابة، ولكن حارس كبير ومتميز
بو يابس تمريره من عبد وخاطئه وتعود للقادسيه سريعه وخالد بلحاج ويسجل خالد بلحاج ويسجل خالد بلحاج اخطاء في التمرير لنادي برقان. شوف هذه الكره، شوف خالد بلحاج استغله وينفذ السنتر السريع ويسجل خالد بلحاج يخلص الفارق الى هدفين، 13 برقان 11 القادسيه. مباراة حلوة، دقيقة 26 آخر 4 دقائق على زمن الشوط الأول. فواز الشمري إشارة، الحكم يقول لك فواز أربع خطوات مع وجود إعاقة لك، إيقاف للوقت، يقول له هناك 4 خطوات يا فواز ما يصير أعطيك فرصة مع وجود 4 خطوات، ويستأنف اللقاء مرة أخرى. الكرة الآن مع برقان، هذا كابلوتي ولكن الأسد الأسمر فهد صلبوخ ارفع ايدك لجماهيرك يا فهد، وتعود سريع للقادسية. هل يعود هو يا عزيز؟ لكن يصحح خطأ عزيز ويرد ياخذها خالد بلحاج، والتصويب وخالد بلحاج يخلص الفارق. القادسية يعود في الامتار الاخيرة، وحمد الصقر يا ويصدى صلبوخ، تعود عبد الرحمن ويسجل عبد الرحمن الشمري. هذا عبد الرحمن الشمري لاعب منتخبنا للشباب والمتأهل لكأس العالم التي ستقام في هذه السنة ان شاء الله. كل التوفيق لشباب ازرق اليد ان شاء الله. هذه شوف، هذا هدف خالد بلحاج، هدف رقم 12 اللي خلص في فارق الى هدف، هذا بمرمى محمد بو يابس. الفارق الان 2 واخر 3 دقائق. هذا عبد الرحمن صاحب الهدف الاخير، هدف رقم 14 لنادي برقان. تعود الان للقادسيه، الان القادسيه هل يخلص الفارق الى هدف ام هناك كلمه لمحمد بو يابس؟ هذا اللي راح نشوفه. شنو عندك يا عزيز يا سالمين؟ شنو عندك يا بلحاج يا خالد يا تونسي يا أمين يا خالد بلحاج؟ والتصويب وعند الكلمة خالد بلحاج، عند الكلمة وعند النهاية خالد بلحاج، هذا التونسي ويخلص الفارق إلى هدف. وتعود لبرقان في آخر 2:20 على نهاية زمن الشوط الأول، هذا هدف رغم الإعاقة، فرصة رائعة من حكام اللقاء سجل منها خالد بلحاج رغم الإعاقة، لاعب مميز والفارق هدف واستد اللقاء. وبرقان كان متقدم في فارق 4 والان عاد القادسية. مباراة حلوة فيها شد وجذب. برقان لعبد الرحمن الشمري والقائم يا عبد الرحمن. هاي القادسية هل تعود؟ واقول لك هل انت ستعود من بعيد؟ وايقاف للوقت. شو اللي حاصل؟ حكم مراقب اللقاء الفني الكابتن او حكمنا القاري عبد الرحمن الملة يستدعي حكام اللقاء، وهذا الحكم عبد الرحمن الملة، وطبعا حكام الطاولة امامنا الحكمة القارية دلال النسيم وميقاتي هذا اللقاء حسن عباس ومراقب اداري حكمنا الدولي احمد المطوع. واخر 1:30 والقادسية هل يعود للتعادل؟ هذا اللي راح نشوفه الآن. شنو عندكم يا القادسية؟ يلا يا عزيز يا بنور، أمين بنور يحقق الأمان لجماهير القادسية. بنور يبعث النور والسرور على من يحضر ومن خلف الشاشة. شوف الغتساوي الصغير، شوف بعد في السرور، بعد في سرور أمين بنور، ويعود للتعادل القادسية. وهذا الكابتن سعيد معاجبة، كان متقدم بفارق 4 أهداف، يعرف القادسية فريق كبير ومتصدر، متى ما عاد وتعود سريعة. وحسين والقائم الكندري، وتعود القادسية. هل يسجل ويتقدم أمين بنور المزين؟ يا يا عبد الوهاب المزين، يعود القادسية بالكمباك.
شوف شوف الرومونتادا الغدساوية مع نهاية الشوط الأول. هذا هدف المزين بعد تمرير. شوف لا لا شوف أمين بن نور ويا عبد الوهاب المزين، يا عبد الوهاب المزين يتقدم القادسية ويعود بالكامباك بالرومونتادا، وفواز الشمري عنده كلام ويسجل في الثواني الأخيرة هدف التعادل. وأمين بن نور يصوب وخلاص انتهى الشوط الأول. حبايب صوت شيق، شوط رائع. عندكم مادة يا أعزائي في الاستوديو التحليلي، انتهى الشوط الأول أعزائي، والله كلام كبير، يعني القادسية متقدم بفارق هدفين في بداية اللقاء، عاد برقان ووسع الفارق إلى 4، ومع نهاية الشوط تقدم القادسية فارق هدف وانتهى الشوط بتعادل برقان. قلت لك عزيزي المشاهد خليك قريب، مباراة من نار. الآن استراحة قصيرة، نعود معاكم الآن إلى زميلي العزيز الكابتن عبد الله حسين وضيوفه الكرام بالاستديو التحليل الكابتن رائد الزعابي الكابتن عبد الله جاسم، إلى أن ألتقيكم في الشوط الثاني. لك المايك عزيزي عبد الله حسين. شكرا للزميل عبد الله حسين وضيوفه الكرام الكابتن رائد الزعابي والكابتن عبد الله حسين عبد الله جاسم المطروبيه من تحليل مجريات الشوط الاول اللي انتهى 15-15 بين شد وجذب، تقدم القادسيه، تقدم برقان، عوده للتعادل، مباراه شيقه. الان بدايه الشوط الثاني ومع برقان، لكن هناك 4 خطوات وخطا موجود اعاقه على حمزه كابلوتي. الشوط الثاني نبدا بسم الله، كره الارسال مع برقان، حمزة كابلوتي، فواز الشمري، هذا نيفن إلى حمزة كابلوتي ورميت 7 أمتار، رميت 7 أمتار لنادي برقان. بعد ما واجه المرمى كان هناك إعاقة لحمزة كابلوتي، نزول فهد كرم، جمال القادسية سامعين صوتهم ما شاء الله، حاضرين مزازرة فريقه، رميت 7 أمتار نيفن بالتصويب ولا فهد كرم. يا فهد يا فهد فهد يا فهد فهد يا فهد، وشوف جمهور قتية يقول لك فهد يا فهد. فهد كرم يتصدى لتصويبة نيفن ويحرم برقان من التقدم، والقادسية الآن خالد بالحاج والقادسية هل يتقدم؟ أمين بن نور إلى خالد، خالد الحاج، عزيز سالمين، وعزيز سالمين يسجل، عزيز سالمين يسجل ويتقدم القادسية، وسنتر سريع لبرقان، هذا جراح، جراح خير الله، ويهدي برقان، يهدي، يهدي، نزول كابلوتي بالدفاع، طبعا في الهجوم عفوا، مع فواز الشمري
وبرقان فواز إلى حمزة، نيفين إلى حمزة كابلوتي، والدخول والتصويب وهناك خطأ فاول لنادي برقان. القادسية يتقدم مع بداية الشوط الثاني بفارق هدف الآن. برقان هل يعود؟ حمزة كابلوتي، نيفن، تفلت من نيفن لكن ترتطم برجل مبارك الخالدي، وخطأ لبرقان، خطأ لبرقان بالتنفيذ. الكرة مع العريان، العريان دخول خاطئ، واضح واضح دخول خاطئ، يحتسب حكم اللقاء وتعود سريعة للقادسية. هل يوسع الفارق؟ خلينا نشوف. يلا يا خالد الحاج أمين وما ما يستلمها، تنقطع من برقان، محمد علي، محمد علي، ويسجل هدف التعادل، يسجل هدف التعادل محمد علي، يسجل هدف التعادل لنادي برقان. شوف الكروس طويلة على أمين بن نور، ياخذها محمد علي ويسجل هدف التعادل لنادي برقان. هذا محمد علي أمامك على الشاشة، اللاعب رقم 44 اللي سجل هدف التعادل. ونشوف جراح خير الله من برقان قاعد يلعب متقدم على أمين بن نور، يغلق المسافات والمساحات، لكن أمين بن نور وبو يابس، بو يابس يتعملق في مرماه، وتستمر السلسلة في الشوط الثاني، ويتصدى للسيف رقم 7. وهذا ثمانية يا ابو يابس، ثمانية بعد ما تصدى لتصويبة عزيز سالمين، يعود برقان الكندري ويمررها طويلة يا حسين الكندري، طويلة يا حسين الكندري. أخطاء بالجملة من الفريقين بالتمرير، هذا سبب الاستعجال، استعجال، استعجل فيها برقان. حسين حاول ينفذ، طبعا الفكرة حلوة ولكن التنفيذ كان خاطئ من حسين، كرة كانت وايد عالية. تعود للقادسية وتعادل الآن 16-16، 4 دقائق أعزائي المشاهدين. الكرة مع القادسية، خالد بالحاج ومان تمان، خروج على أمين بن نور المتألق في الشوط الأول، محاولة تصويب وإعاقة. طبعا القادسية راح يفقد أمين بن نور بعد شهر، إعارته شهر، مو بعد شهر، هو إعارته شهر فقط، وسوف يعود. من سيكون البديل؟ ماذا سيفعل القادسية؟ والله مؤثر وعامل. وخطأ على أمين بن نور، 4 خطوات تعود لبرقان. حسين الموسوي والقائم، ضاعت 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 على برقان، ضاعت على برقان. شوف هذه ثاني كرة، يعني برقان فرصتين للتقدم الضيع، فرصتين للتقدم والضيع على برقان، والنتيجة على ما هي عليه. 5 دقائق أعزائي المشاهدين، والنتيجة تعادل 16 الغادسية 16 برقان. طبعا اللي حد الآن 5 دقائق مع بداية الشوط الثاني، فقط هدف للغادسية وهدف لبرقان. وعزيز سالمين ويرد علي عزيز، يقول لا في اهداف، وثاني اهدافي في الشوط الثاني، وسجل وتقدم بهدف. هذا عزيز، شوف التمويه والسرعه والخداع، ما شاء الله لا اله الا الله. عزيز وليد سالمين يسجل ويتقدم القادسيه، هذا عزيز سالمين ويتقدم القادسيه الان. والجماهير تشعل الصالة وترفع الهتافات، والكرة مع برقان، نيفين، دفاع قوي من مبارك الخالدي، دفاع قوي للقادسية. برقان، فواز وكابلوتي، كابلوتي يسجل، حمزة كابلوتي الفرنسي يسجل، سنتر سريع للقادسية. عزيز سالمي إلى عبد الوهاب المزين، إلى أن أمين بن نور، ودفاع قوي من جراح خير الله، دفاع قوي من جراح دافع الصلب بنادي برقان، اللي قاعد يلعب دفاع متقدم على 9 متر لمقابلة أمين بن نور. لاعب خطير أمين بن نور، تصويبات قوية، بنية جسمانية طويلة ما شاء الله. وعزيز سالمين، خالد بالحاج للجناح المزين، وتعود وشارة اللعب السلبي القادسية. خالد بالحاج
أخذت أربع خطوات يا خالد، أخذت أربع خطوات مع وجود الإعاقة. خطأ لك يا خالد بالحاج، خطأ للقادسية، خطأ للقادسية. راح نفذ عبد الله عطية عزيز السالمين. خالد بالحاج وصاروخية يا خالد، صاروخية من خالد بالحاج بالهدف، هدف هدف القادسية، ويتقدم يتقدم القادسية. شوف هذا خالد بالحاج التصويب القوي مع وجود، شوف من وين ما شاء الله من العشرة متر، شوف شوف الارتقاء من العشرة متر والتصويب بالقائم وبمرمى محمد بويابس. ويتقدم القادسية وجماهير القادسية مرتفعة المعنويات بتقدم فريقه. والآن الكرة مع برقان كابلوتي، يا كابلوتي يا فواز، ثنائية رائعة. شوف 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 على طريقة الوندو بكرة القدم. شوف كابلوتي، شوف شوف من ورا المدافع استقل تقدم محمد اليحيوح، راح من وراه كابلوتي واستلم الكرة وسجل تمريرة رائعة من فواز الشمري، بينية جميلة وأسست رائع من فواز الشمري، هدف التعادل 18-18. كرة مع القادسية وخطأ وتعود لبرقان، محمد علي تنقطع من أمين لكن أربع خطوات احتسبت وتعود للقادسية. خطأ على نادي برقان، خطأ على نادي برقان وتعود للقادسية. 18-18، 8 دقائق ونص أعزائي المشاهدين. وهذه الجماهير القدساوية شوف فرحانة ويبون الصدارة ويبون الفوز. هذا الجماهير شوف يقول دائما القدام ما يرجع ورا القادسية، هذا اللي يبون، يعني قدام يبون بالصدارة دائما. حق لجماهير نادي القادسية. وحق مشروع لأي فريق، فطالما احنا الآن نتكلم عن نادي القادسية هو في الصدارة. وعزيز سالمين، عزيز سالمين، ودمتم سالمين يا عزيز سالمين. هدف هدف، شوف عزيز السرعة، الخداع، الاختراق، الرؤية، ما شاء الله عليك يا عزيز، ما شاء الله عليك يا عزيز يا ولد وليد سالمين، أحد عناصر مشروع كرة اليد الكويتية القادمة. وكابلوتي وبالتصدي فهد، أسد الأسد الأسمر، الأسد الأسمر كما أسميته، هذا الأسد الأسمر. شوف وتمرير عزيز، لكن خاطئ عزيز، لكن هناك خطأ. وسلامات يا عزيز، وإيقاف للوقت من حكم اللقاء أو حكام اللقاء حسن وحسين إسماعيلوف، حسن وحسين، واستدعاء للطاقم الطبي. سلامات يا عزيز، سلامات يا عزيز، وتشاور حكام اللقاء. هنشوف شنو القرار، القرار أتوقع أن دقيقتين، دقيقتين على محمد علي، وبالفعل دقيقتين على محمد علي، دقيقتين على محمد علي. هذا محمد علي غضنفر اللي استبعد أو أخذ عقوبة الإيقاف دقيقتين. هذا محمد علي أمامكم على الشاشة، اللاعب رقم 44. وسلامات يا عزيز سالمين. القادسية متقدم وبرقان الآن ناقص، هل يستقل؟ والكرة مع برقان، والكرة الآن مع القادسية، هل يوسع الفارق القادسية ويستغل النقص العددي ونزول اللاعب المميز والخبرة باغر خريبط على الدائرة، لاعب منتخبنا الوطني السابق باغر خريبط. خالد بالحاج، عزيز سالمين، القادسية شنو عندك؟ هل يستغل النقص العددي؟ خالد بالحاج، أمين بن نور والنزول بالكرة، ودفاع قوي من برقان، دفاع قوي من برقان. الكرة مع القادسية، عزيز سالمين، خالد بالحاج، أمين إلى عزيز والقادسية، خالد بالحاج، هالدخول التصويب والبلوك، بالبلوك ويهدي، يهدي محمد بويابس، بلوك وتعود سهلة لمحمد بويابس، تصويبة خالد الحاج التي ترتطم بالبلوك المكون من جراح خير الله والعريان.
تعود للبرقان الآن رغم النقص العددي. يلعب امتي جول من غير حارس مرمى بسبع لاعبين هجوم بسبب إيقاف دقيقتين لمحمد علي. الجول فاضي. برقان نيفل إلى العريان، العريان إلى التمرير إلى كابلوتي، وكابلوتي والتعادل. كابلوتي يسجل برقان التعادل رغم النقص العددي بدخول سبع مهاجمين، سبع لاعبين وإخراج حارس المرمى. شوف شلون تمريرة العريان، والله فلتت منه، بس يت حلوة، يت حلوة رغم الإعاقة لكابلوتي اللي تحرك من غير كرة. حمزة كابلوتي والله هذا اللاعب مميز، حمزة كابلوتي يعني لاحظناه مو بس الهدف، يتحرك بأماكن الفاضية. وأمين بن نور ما أعطاني فرصة أسرح، هذا أمين بن نور يسجل ويتقدم للقادسية. أمين بن نور من أسفل، جراح خير الله، صعبة يخس نفسه ويحط يده من تحت أسفل يدين اللاعب المدافع جراح خير الله ويسجلها بمرمى محمد بويابس، ويتقدم القادسية الآن بفارق هدف. وأيضا طبعا كمل برقان كابلوتي نيفن والتصويب، وهدف يا نيفن، هدف يا نيفن، ما شفنا تصويباتك. وعاد نيفن وسجل هدف التعادل 2020 سريع للقادسية. أمين بن نور وتمريرة عزيز سالمين، ودفاع قوي من برقان، دفاع قوي وخطأ لنادي القادسية. 2020 تعادل، النتيجة 2020. شكرا. نعود الآن القادسية، أمين بن نور، القادسية عزيز سالمين إلى خالد الحاج، خالد بن الحاج وأمين بن نور، ورمية سبع أمتار وإصابة. سلامات يا حسين الكندري، يتألم ظهرك، كان في تصادم هذا. والله تصادم، انت قاطع من داخل يا حسين. لا هناك اصابه. سلامات يا حسين، وقام بالسلامه. طب الان اذان المغرب بتوقيت الكويت المحلي، ورميت سبع امتار بخضره. يا ابو يابس، والله توني اقول لك اذان المغرب بالتوقيت المحلي لدولة الكويت، وامك دايت لك بالحزة، والدعاء مستجاب، وانت حارس كبير يا ابو يابس، متألق يا محمد ابو يابس، يتصدى لرمية سبع امتار من ناصر بخضرة، وفرصة لبرقان ان يتقدم. والكرآن مع برقان، حمزة كابلوتي حاول الدخول، وإعاقة، هناك خطأ لنادي برقان بالتنفيذ عبد الرحمن الشمري، تنفيذ حمزة كابلوتي إلى نيفل البوسني إلى فواز الشمري، ودفاع قوي من المزين ومبارك الخالدي. سلامات يا عبد الوهاب، حاشا زميل مبارك بالغلط، سلامات يا المزين، هذا فواز، ومبارك الخالدي حاشا براسه بالغلط، سلامات. ويتصدى صلبوخ، وتعود للقادسية وتعادل. هل يتقدم القادسية؟ أمين بن نور إلى خالد بن حاج، عزيز سالمين، محاولة الدخول، تمرير للجناح ناصر بخضرة، ويهدي القادسية. التعادل عادل بين الفريقين 2020، مستوى ولعب ومتعادلين بالنتيجة، والنتيجة ما راح نعرفها إلا في ثوانيها الأخيرة. عزيزي المشاهد خليك قريب، وعزيز سالمين، أبو يابس يا محمد ابتسم من حقك، وكابلوت ونيفن يا صلبوخ، يرد صلبوخ ويتألق هذا الأسد الأسمر في عرين القادسية. هذا شوف أبو يابس، هذا يتصدى أبو يابس ويبتسم. أوه شو اللي حصل
هذه الكرة، شوف هذه الكرة كابلوتي اللي سجل، يسجل كابلوتي، يسجل هدف ويتقدم برقان الآن بفارق هدف 21-20. جماهير القادسية على أعصابها، والله أنا شايف أمامي في بعض جماهير القادسية واقف على حيلة. انتصفنا الشوط 15 دقيقة والبرقان متقدم بهدف، يبون الصدارة، يدرون أن الخسارة ممكن تؤدي إلى المرارة، لأن الكويت متربص، الكويت فريق كبير، وأنا أتكلم عن نادي الكويت لأنه هو الملاحق الحقيقي والأقرب لنادي القادسية بفارق نقطتين. والقادسية أمين استعجل تصويبة بعيدة من مكان بعيد من 11 متر يا أمين، من 11 متر يا أمين بن نور. وهذا أبو يابس المتألق، وجماهير القادسية الآن بغلق، والكرة مع برقان، وبرقان فريق كبير مقدم مباراة كبيرة، وحمد الصقر يا 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 المكان مفتوح، المسافة كبيرة، شوف شوف وين حمد الصقر دخل من الباك، يسجل حمد الصقر ويوسع الفارق إلى هدفين ويستقل النقص العددي لنادي القادسية بسبب استبعاد خالد بالحاج. وتعود الآن للقادسية، يلعب القادسية بيمتي جول بسبب النقص العددي خالد بالحاج، باقي نص دقيقة على ما يكمل. كرة مع القادسية، أمين، ودفاع قوي على أمين بن نور، دفاع قوي على أمين بن نور، وعبد الله العطية، أمين، عزيز سالمين، القادسية متأخر بهدفين. كرة مع القادسية، عزيز لعبد الله العطية، ورمية سبعة أمتار بالصافرة الأوزبكية من الدوليان حسن وحسين إسماعيلوف. هذه رمية سبعة أمتار اللي احتسبها الحكم أو حكام لقاء الأوزبكيين. رمية سبعة أمتار، أمين بن نور، أمين بن نور ولا محمد بو يابس؟ كابلوتي يقول علي يسارك، أمين بن نور ولا بو يابس؟ صوبها على يمين يا كابلوتي، ما حزرتها صح، صوبها على يمين بو يابس ويسجل الهدف رقم 21. أمين بن نور وفارق هدف أصبح الآن لبرقان. هل يوسع الفارق برقان أم يعود القادسية؟ ونزول طبعا عبد الله الحجرة بالباك الأيمن بدلا من نيفن البوسني، عبد الله الحجرة فواز إلى عبد الله الحجرة، عبد الله الحجرة تمرير للدائرة خاطئ يا عبد الله، تعود للقادسية، يلا هل يسجل التعادل؟ خالد بالحاج، محمد اليحيوح محاول الدخول، وهذا لا مو اليحيوح وتمرير الدائرة، لكن هذا أبو خضرة، هذا أبو خضرة، ودقيقتين على فواز الشمري يقول له قاعد تمثل، لا تمثل، نبهنا مرة ومرتين وثلاث، خلاص وصلنا الدقيقة 17 الشوط الثاني لم يتوانى نبه، خلاص من أول مرة، من أول مرة نبه أي لاعب على الفريق كله، إيقاف دقيقتين بسبب التمثيل من فواز الشمري، يقول له بعد دعمني، خلينا نشوفه، شوف، لا يا فواز أنت رايح له مسوي نفسك وطلعت صوت واضحة بالتصوير، ولكن بالنهاية القرار عند حكام اللقاء، شوف هذا إشارة حكم اللقاء، وخطأ على القادسية، خطأ على القادسية وعبد الله الحجرف، وتعود لبرقان، وتعود لبرقان، تعود لبرقان، والتقدم لحد الآن من صالح برقان بفارق هدف 22 برقان 21 القادسية، والدقيقة 18 ونص، يعني باقي 11 دقيقة ونص أعزائي المشاهدين على نهاية زمن هذا اللقاء الناري والمصيري لنادي القادسية اللي محافظ على الصدارة، وكابلوتي وأربع خطوات على كابلوتي، أربع خطوات تنحسب، وعزيز سالمين المرمى فاضي، ويسجل عزيز، ويسجل سالمين هدف التعادل، يسجل سالمين هدف التعادل، ويستقل عدم وجود حارس المرمى وهجوم برقان بلاعبين، بعفو بسبب لاعبين بسبب
النقص العددي يسجل هدف التعادل ويعود القادسية، وبرقان لحد الآن ناقص، وهذا عزيز السالمين اللي سجل الهدف، وبرقان ناقص، وأيضا يلعب من غير حارس مرمى بسبب مهاجمين كابلوتي، وخطأ لنادي برقان، خطأ لنادي برقان، سلكنديري على الدائرة، كابلوتي، الحجرف، عبد الله إلى كابلوتي، ودفاع قوي من مبارك، دفاع قوي من مبارك الخالدي، دفاع قوي من مبارك الخالدي، كرة مع برقان الآن، حسين الكنديري لاعب الدائرة، اثنين على الدائرة قاعد يلعب 4-2 برقان، نزول الكنديري، كرة مع كابلوتي وخطأ اللي برقان، وشارة اللعب السلبي، يقول للظاهر كان لك 3 تمريرات، هذا الكنديري، كابلوتي محاولة الدخول وتمريرة خاطئة يا كابلوتي، تعود للقادسية، هل يتقدم بخضرة؟ يهدي بخضرة، يهدي ناصر، يهدي ناصر، يهدي في آخر 10 دقائق، ويتنفس الصعداء جمهور القادسية مرة أخرى بعد ما كان متأخر بهدفين، الآن يعود للتعادل، والآن كرة معاه وفرصة للعودة والتقدم وكسب المباراة. ماذا ستفعل؟ شو اللي راح تسويه خالد بالحاج؟ هاي يا عزيز يا سالمين، يا تمريرة خاطئة، توني أقول ما استلمها أمين بن نور، ما استلمها أمين بن نور، عزيز سالمين، تمريرة تمر من بين يدي أمين بن نور، وتعود الآن الفرصة لبرقان، كابلوتي، الحجرف، عبد الله، نزول عبد الرحمن الشمري على الدائرة، فواز، حمزة كابلوتي إلى عبد الرحمن الشمري، يا عبد الرحمن الشمري، ما شاء الله بنية جسمانية وطول فارع، لا إله إلا الله تبارك الرحمن، شوف واستلام رائع، لاعب منتخبنا للشباب ونادي برقان الحالي، وهو بالأساس لاعب اللي أساسا هو لاعب برقان، طلع من الناشئين بنادي برقان وتألق، تمشي رائع من قبل نادي الكويت، وهو الآن لاعب نادي الكويت، وهو الآن معارن من نادي الكويت إلى نادي برقان، والبرقان متقدم الآن، والكرة مع القادسية، الجيماز عبد الرحمن، أمين بن نور، خالد بالحاج، دفاع قوي من برقان، والبرقان متقدم، والقادسية هل يعود بالتعادل؟ عبد الرحمن جيماز، ولكن خطأ للقادسية، خطأ للقادسية، عبد الله العطية، عبد الرحمن جيماز، أمين بن نور، أبو يابس يتألق أبو يابس، شوف لا يا جماعة، والله الولد يابس ما شاء الله، يابس ثقيل في المرمى، ثقيل، تحس فيه ثقل في المرمى، محمد أبو يابس ثبات وتألق، ربي حفظك يا أبو يابس، ما شاء الله تبارك الله تبارك الرحمن، وتعود لبرقان، فواز، حمزة كابلوتي إلى عبد الله الحجرف، محمد العريان، وخطأ وإيقاف للوقت من قبل حكام اللقاء، إيقاف الوقت من قبل حكام اللقاء، وقت مستقطع لنادي برقان، يطلب المدير الفني الكابتن سعيد حجازي، شن اللي عندك يا كابتن سعيد لتقدمه وتحافظ على تقدمك؟ هل القادسية يعود؟ بوزو يا صربي، هل تتمسك بالصدارة أم يخطفها برقان؟ هذا اللي راح نشوفه في 7 دقائق و5 ثواني الأخيرة بالضبط أعزائي المشاهدين، من زمن هذا اللقاء،
وانتهى الوقت المستقطع اللي طلبه نادي برقان بقيادة المدير الفني الكابتن سعيد حجازي، وهو متقدم الآن باللقاء بفارق هدف، يبي يوسع الفارق، يبي يضمن النتيجة، يبي يرتاح. عبد الله الحجرف، حمزة كابلوتي، فواز الشمري إلى حمزة كابلوتي، محاولة الدخول، دفاع قوي من عبد الله العطية، دفاع قوي من عبد الله العطية، عبد الرحمن الشمري بتنفيذ، فواز، حمزة كابلوتي، فواز الشمري، محاولة الدخول، دفاع قوي من عبد الله العطية، دفاع قوي من عبد الله العطية على فواز، وإيقاف الوقت وإشارة اللعب السلبي. عبد الرحمن بالتنفيذ، فواز الشمري إلى الحجرف، محاولة الدخول، ودفاع قوي من ناصر بخضرة، وإشارة اللعب السلبي، يقول لهم آخر تمريرة لازم تصوب، لازم تصوب آخر تمريرة، تمريرة الفاول يا فواز، تمريرة الفاول يا فواز، هي التمريرة الأخيرة، قال لك واحدة أشر. وتعود للقادسية الآن، تعود للقادسية، هل يحرز التعادل؟ خلينا نشوف. عبد الرحمن الجيماز وبرقان يلعب دفاع 3-3 متقدم، عبد الرحمن الجيماز محاولة الدخول، وقت مستقطع يطلبه المدير الفني بوزو روديتش، طبعا دفاع 3-3 دفاع ذو حدين، إذا أتقنته أذيت الفريق اللي قدامك، أما إذا اختل لاعب واحد فقط خلاص مساحات كبيرة راح تكون وراه في الدفاع، فهو دفاع ذو حدين. وقت مستقطع للمدير الفني بوزو، يبي التعادل، يعرف باقي 6 دقائق، وست دقائق مهمة، التعادل هذا في وعليه كلام كبير، إذا ما سجل التعادل ممكن راح تصعب عليه، هي مو مستحيلة ولكن راح تصعب عليه. ش اللي عندك يا صربي؟ ش اللي عندك يا بوزو؟ هذا لاعبي القادسية الآن، ش اللي راح يقدمونه في 6 دقائق الأخيرة الفريقين سواء القادسية أو برقان؟ لقاء ممتع لحد الآن بين الفريقين، في شد وجذ، تقدم من برقان، عودة للقادسية، تقدم القادسية يعود برقان، والآن برقان متقدم بفارق هدف وفرصة للقادسية الآن لإحراز التعادل، وآخر 6 دقائق من نار، وعودة عبد العزيز سالمين للملعب، خالد بلحاج، عزيز المزين، بلحاج، عزيز سالمين، أمين بن نور، عزيز سالمين إلى خالد بلحاج، دفاع برقان مو معطي مساحات، تمرير الدائرة خاطئ من عزيز، لكن يقول له هناك خطأ، خطأ لعزيز سالمين، الحكم حسن اسماعيلوف الأوزبكي، الأوزبكيين حكام اليوم طبعا من أوزبكستان دوليين، خالد بالحاج، وهدف، هدف، هدف، ترتطم بيبو يابس وتدخل إلى المرمى، كرة بالحاج تبي الجول، شوف هذه كرة بالحاج تبي الجول، دشت دشت دشت، هدف التعادل، هدف التعادل، تعادل عادل الآن، وآخر 5 دقائق أعزائي المشاهدين، الكرة مع برقان، يعود نيفن للملعب، البوسني، فواز، حمزة كابلوتي إلى نيفن الآن، إلى حمزة، برقان 4-2، نزول فواز على الدائرة، العريان، نيفن إلى حمزة كابلوتي، وبرقان، والتصويب، وهدف يا حمزة، حمزة كابلوتي، قوة ضاربة، قوة ضاربة وسريعة، سنتة سريعة للقادسية، ودفاع قوي، دفاع قوي، وسلامات يا وليد سالمين، عزيز وليد سالمين، عزيز سالمين، سلامات، حاول الدخول بالسنتر السريع، ودفاع كان من دفاعات برقان على عزيز سالمين. حكام اللقاء يتشاورون على ما حدث،
راح نشوف أعزائي المشاهدين يتعال. سلامات سلامات يا عزيز، سلامات يا عزيز سالمين. وحكام اللقاء يقولون دقيقتين على محمد العريان، دقيقتين على محمد العريان. وإيقاف يعني مهم هذا العريان، هذا العريان ظل ماسك فيه، والقرار عند حكام اللقاء، هم يرون هذا الشيء. كان هناك مسك وطاف عزيز وتم سحبه من الخلف من محمد العريان. دقيقتين على محمد العريان في وقت مهم في آخر 4 دقائق و20 ثانية، يا راح يغيب برقان دقيقتين ناقص. هل القادسية يعود للتعادل؟ خالد بالحاج والتعادل يا خالد، والتعادل يا بالحاج، التعادل من سواعد تونسية، تونس الخضراء. هذا خالد بالحاج يسجل هدف التعادل للقادسية 24-24، وبرقان ناقص ويلعب من غير حارس مرمى، ومان تومان على حمزة كابلوتي، ومان تومان على حمزة كابلوتي. وهذا طبعا نزول أحمد مزعل بالجناح، هذا حمزة كابلوتي، تمرير الدائرة محمد علي، ورمية 7 أمتار. يقول الحكم أنت ماسكة وأنت مدافع من داخل، يقول له واضح إشارته، يقول له أنت محوطة وأنت داخل. شوف عبد الله عطية داخل، لا داخل داخل، نقول صح داخل يا عبد الله، محاوطة وانت داخل. 7 أمتار حمزة كابلوتي ولا فهد؟ ويا فهد كرم، يا فهد يا فهد كرم، مو وقتها بالطريقة يا حمزة كابلوتي تتفنن، مو وقتها تتفنن. ويهني رفيجة يقول له قتلك قتلك خلها لي، فهد يقول قتلك خلها لي انا عارف له. وبالفعل تصدى فهد كرم ويعيد الأمل للقادسية، يعيد الأمل للقادسية. الآن تعادل للقادسية، أمين بن نور وخالد بن حاج والقادسية وخالد. وخطأ خطأ، فاول فاول لخالد بن حاج، خطأ لخالد بن حاج، خطأ للقادسية. وآخر 3 دقائق والقادسية، مباراة مشتعلة، مباراة من نار، نار يا حبيبي نار. وخالد بن حاج ورميت 7 أمتار للقادسية، رمية 7 أمتار لخالد بالحاج، رمية 7 أمتار يحتسبها الحكم الأوزبكي حسن، ورمية 7 أمتار من راح يصوب أمين بن نور. هل يتقدم القادسية؟ وآخر دقيقتين ونص تقريبا، آخر 2:37 أعزائي المشاهدين، أمين أمين بن نور، يا هدف 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 أمين بن نور، ويتقدم القادسية. والجماهير القدساوية تشعل الملعب، تشعل صالة المرحوم الشيخ سعد العبد الله الصباح طيب الله ثراه، تشعل أراضيها ومدرجاتها. وهذه الجماهير القدساوية فرحانة بتقدم فريقها. وفي إيقاف للوقت، في إيقاف للوقت، وهذا الحكم مراقب المباراة الفني، حكمنا القاري عبد الرحمن الملة، والحكم الدولي أحمد بطوع، مشاورات على شيء حصل. راح نشوف تشاور وميقات اللقاء حسن عباس، تشاور الظاهر هناك على الوقت، هناك تشاور يتم تعديل. الآن راح نشوف، راح نشوف هناك، هناك تعديل، ظاهر أنه تم إيقاف الوقت من قبل حكام اللقاء، وكان هناك خلل بالشاشة. كل شيء يتعدل، كل شيء يتعدل، كل شيء يتعدل. لا تهاتون حكام اللقاء ومراقبين، ممكن
الخطأ وارد، بالنهاية هو بشر، بالنهاية هو بشر، يعني ممكن آلة تخترب، يعني طقها ما وقفت صار علقت، ممكن الخطأ وارد، تم إصلاح، بالنهاية الكل راح يأخذ حقه إن شاء الله، لا تحاتون. وتم تعديل الوقت، تم تعديل الوقت هناك لهذا طبعا مساعد المدرب خالد ملحم يقول له 5 ثواني بس، يعني بالنهاية الوقت عند حكام اللقاء، وهذا الجماهير القدساوية طبعا بعد التقدم بعد ما كانوا متأخرين بهدفين الآن يعودون في الدقائق الأخيرة، هل يتعادل استأنف للقاء، هل يتعادل برقان، هذا راح نشوفه، ودفاع متقدم 4-2 من القدسية أو 3-2-1 نيفن، تم للدائرة عبد الرحمن الشمري وكرم يا كرم، كرم يا كرم يقول لهم أنا موجود، أنا هني أنا هني أنا هني أنا هني، والقدسية موجود وبوجودي في هذا المكان سأعيد الصدارة للقادسية، أو سأعيد الصدارة، لن تتنحى الصدارة عن القادسية بوجود فهد كرم والقادسية الآن. ويتشارت اللعب السلبي أمين بن نور، إيقاف للوقت ودقيقتين على أمين بن نور، يقول له مثلت، دقيقتين على أمين بن نور يقول له مثلت، يقول له مثلت، لا تمثل، أنا قلت لك الشوط الأول نفس الحركة، دقيقتين، دقيقتين على أمين بن نور، خلينا نشوف، دقيقتين وإيقاف للوقت، دقيقتين ومستغرب أمين عبالة حق محمد علي، ولكن كانت الكرة احتسبت على أمين بن نور تمثيل، وانعكست الكرة، انعكست الكرة، ما احتسب له فاول، احتسب له تمثيل، احتسب عليه تمثيل، واستأنف اللعب، واستأنف اللعب الآن، كرة مع برقان، الفارق هدف، هذه الكرة، هذه الحالة، قرار عند حكام اللقاء، وخطأ على برقان. والله مو واضحة عندي ولكن راح تبين، خطأ احتسب على برقان، خطأ احتسب على برقان، وتعود في آخر دقيقة وخمس ثواني، آخر دقيقة وخمس ثواني، آخر دقيقة أعزائي المشاهدين، والقادسية متقدم بهدف، إذا سجل القادسية أقدر أقول لك خلاص مبروك، راح نشوف، وخالد بلحاج والدخول والتصويب، وخطأ للقادسية، خطأ للقادسية، خطأ لخالد بلحاج، وإيقاف للوقت، وعبد الله العطية والقادسية، ونزول ناصر بخضر، 2 على الدائرة، خالد بلحاج والتصويب والقائم، ولكن هناك خطأ، لكن هناك خطأ، فاول إعاقة لخالد بلحاج، إيقاف للوقت، وآخر نص دقيقة والقادسية، خالد بلحاج والبلوك، وتعود لبرقان وحسين الموسوي، واه يا كرم يا كرم يا كرم يا كرم يا كرم، كريم 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 يا فهد كرم، كريم يا فهد كرم، يقول لهم انا هني ما في جول، انا هني ما في جول، واخر 10 ثواني للقادسيه، الله 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 يا فهد كرم، والجماهير كلها تنادي باسم فهد يا فهد، وكرم يا كرم، يا 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 يا، شوف فهد كرم، شوف يتصدى ويتعملق، يقول لهم انا هني، والقادسية لن يتنحى عن الصدارة بوجودي هنا، انا موجود وانا راح اجيب لكم الصدارة، الله 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 الله، إثارة، متعة 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 في هذا اللقاء، فهد كرم يتعملق ويتألق بمرمى القادسية، وقت مستقطع في آخر 10 ثواني لنادي القادسية يطلبه بوزو روديتش،
الصربي للقادسية. يا هي متعة الدوري الكويتي، يا هي متعة الدوري الممتاز بدولتنا الكويت الحبيبة. متعة، إثارة، قوة، محترفين. تبي تستمتع؟ حتى القناة الرياضية، اسمعني واسمع زملائي المعلقين وشوف شاشة تلفزيون دولة الكويت وشوف وتابع دوري الكويتي. الله يا هي متعة، الله يا هي متعة، الله 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 الله. شو اللي راح يصير بالعشر ثواني؟ القادسية متقدم بفارق هدف، واخر عشر ثواني والكرة معه ومان تومان. هل يخطفها برقان؟ هل يسجل القادسية؟ استأنف خالد بالحاج، يروح بالكرة خالد بالحاج وتعكس على القادسية، وإيقاف للوقت وآخر ثانيتين، إيقاف للوقت وخطأ يقول له ما فيها شيء، ما فيها شيء، وآخر دقيقتين، آخر دقيقتين عفوا، آخر ثانيتين، آخر ثانيتين وفارق هدف، آخر ثانيتين وفارق هدف. وحكام اللقاء الأوزبك قرروا يعودون للفار، قرروا يعودون للفار على آخر خطأ. راح نشوف العودة للفار، راح نشوف العودة للفار أو الفي بي اس في كرة اليد، بس الظاهر أن اللقاء ما في في بي اس، ماكو في بي اس، ماكو في بي اس، معناته قرارهم ماكو في بي اس، ما في في بي اس. فاول، فاول لنادي برقان، وآخر ثانيتين وفارق هدف، والجماهير وانذار على نادي مدرب نادي برقان او مساعد مدرب خالد بلحاج، عفوا خالد ملحم. هذه الحالة اللي حصلت، هذا خالد بلحاج طلعت اوت، ما فيها شيء، الكرة راحت بعيد، فلتت منه. واللي حدث بعده، الاقرب وصاحب القرار حكام اللقاء، وقرروا ان ما فيها شيء، خطأ راح تنفذ، نفن هوائية وانتهى الوقت، انتهى الوقت، خلاص. مبروك، مبروك نادي القادسية، مكوثة واعتلاءه ومكانه الصدارة لحد الآن. مبروك الفوز للقادسية، هارد لك برقان، مباراة كبيرة قدمتها يا برقان، لكن هذه هي الرياضة، فوز وخسارة. شكرا القادسية، شكرا برقان، شكرا جماهير القادسية على متعة هذا اللقاء. انتهى اللقاء أعزائي المشاهدين بفوز نادي القادسية على نادي البرقان بفارق هدف 25-24. مبروك القادسية، هارد لك برقان. أعزائي المشاهدين، أرجع معكم الآن للاستديو التحليلي عفوا مع الزميل عبد الله حسين وضيوفه الكرام الكابتن رائد الزعابي والكابتن عبد الله جاسم، وكل أمل أن نلتقي معكم إن شاء الله في لقاءات قادمة. تقبلوا تحياتي، كان معكم محمد يوسف مدو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لك المايك عزيزي عبد الله حسين.